بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ النهارده هكلمكم على حاجه مهمه قوي 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 لايجاد المعلومات بتاعتكم، هي السيرش انجنز، يعني محركات البحث. اوكي، محركات البحث بالنسبه لنا بتتقسم لنوعين اساسيين: جنرال سيرش انجنز وساينتفك سيرش انجنز. زي ما احنا شايفين، كلنا طبعا عارفين موقع جوجل، كلنا بنخش على جوجل وبندور وبنعمل. تاني موقع من القوة طبعا أولهم جوجل، تاني موقع بينج، حلو، تبع شركة مايكروسوفت، تالت واحد ياهو، رابع واحد اسك دوت كوم، وجاية من اسمه، حلو، ان هو انت بتسأله سؤال هو بيجاوبك، حلو، والتاني اسمه داك داك جو، ده برضو الموقع الخامس. دول من اقوى 5 محركات بحث عامة. طبعا انت خليك ذكي لما انت تيجي تدور على معلومة. كل الناس اما تيجي تدور على المعلومة هتدور في ايه؟ جوجل. فطبعا كل الداتابيز هتطلع لكل الناس، هم بيدوروا مثلا على اي كلمة هيطلع لهم نفس الترتيب بتاعت الحاجة، معظم الترتيب هيطلع زي ما هو، فيجي يختار المعلومات ويجي يقرأ الحاجة هيلاقي نفسه بيقرأ الحاجة هي هي. انت خليك ذكي بقى والجأ للساينتفك سيرش، وعندك انا حاطط لك 5 سيرش انجنز كل واحد مختلف عن التاني. اول واحد سكولر جوجلز. سكولر جوجلز ده انت ممكن تحصل على بحث كامل، يعني انت بتدور مثلا على حاجة معينة هتحصل، يعني بتدور على بحث كامل في موضوع انت عايزه، ده بيغطي حوالي 200 مليون بحث، يعني مرفوع عليه 200 مليون بحث، حتى لو مش مرفوع البحث كامل مرفوع الابستراكت، فانت ممكن تقرا الابستراكت وممكن بعد كده تجيب البيبر باحد الطرق اللي زمايلكم عارفينها، ان انت بتجيبها عن طريق بنك المعرفه، عن طريق موقع الكليه، انت بتقدر تجيب اللي عايز بحث ومش عارف يجيبه يبعت لي انا احاول اجيبه له باذن الله. كتاب برضو انت مش عايز تجيبه ممكن تبعت لي، ممكن ايه ربنا يسهل اجيب لك اللينك بتاعه ونجيب لك ايه الحاجة دي. اوكي، طيب تعال نشوف جوجل سكولر اهو. انت اهو مثلا عايزين نشوف ايه بيشتغل ازاي، انت ما تخش على جوجل سكولر. اوكي ثواني، اوكي هو ما تخش على جوجل سكولر. اوكي بيظهر لك هذا الشكل. اوكي انت مثلا عايز تدور زي ما احنا قلنا، انا اخترت موضوع توبيك اللينير اكسلريتور من المره اللي فاتت. واحد يقول لي طب اللينير اكسلريتور ده تبع ايه؟ ماده اسمها ديتكتورز واكسلريتورز، دي ماده نزل لها امتحان لطلبه نظام قديم، فانا اخترت الموضوع ده عشان ابقاش مقيد معاكم بحاجه والطلبة تمشي على نفس الحاجة ويبقى نفس الايه الموضوع كلكم ماشيين عليه. طبعا هندخل مثلا كلمة linear accelerator اهي accelerators. اوكي طلع لي اهو، طلع لي هنا اول اهو محدد لي هنا السنين بتاعت الرينج included patents، patents اللي هي حاجات اختراعات او حاجات براءة اختراعات والسيتيشن. اوكي انت مثلا ايه دي مكتوب هنا بوك، جزء من كتاب، فبدوس عليه اهو فبيفتح لي اهو كتاب اهو، بشوف بقى الموضوع اللي انا عايزه جواه، بقرا حاجه منه، باخد معلومه منه اهو، ببتدي اشوف الاندكس بتاعه مثلا، الاندكس اهو ادي الاندكس اهو بتاعه او الكونتنتس، ببتدي اشوف ايه اللي انا عايزه، مثلا عايز مثلا هيستوريكال باك جراوند، طبعا ده هيبقى ايه في الشابترز الاولانيه اهي اهي انترودكشن، عايز الهيستوريكال اهو اهو، طبعا موجود في صفحه كام هو احنا شفناها. جميل، ده في صفحة 2، ببتدي ايه اروح انا لصفحة 2، ده كل ده المقدمة بتاعت الموضوع اهو.
انترودكشن. فببتدي اشوف الانترودكشن، اشوف الناس عملوا امتى وبداوا ازاي وايه فكرته وايه الحاجه. حلو. ممكن انا عايز مثلا ايه اهو، بكتب بقرا واكتب الحاجه باسلوبي. يبقى انا كده استفدت ان انا جبت كتاب. طب اسم الكتاب ازاي عشان ما تكتبه كريفرنس؟ اهو مكتوب على الجنب الشمال، مكتوب اهو ويلي، اهو جيت برنت بوك، اهو الكتاب معلوماته كاملة، اهو تقف هنا عليه، اهو الكتاب، اهو ادي الكتاب، اهو اسم المؤلف، اسم الكتاب، الطبعة بتاعته السكند اديشن، اهو ده الغلاف بتاعت الكتاب. فانت لما تيجي تكتب الريفرنسز بتاعتك هتكتب ايه؟ الكتاب ده انت استعنت بيه في الحتة الفلانية. نرجع تاني اهو، دي السيرش اللي احنا جبناها من ايه؟ سكولر جوجل. هنا طبعا موضوع، موضوع هنا موضوع ومكتوب جنبه بي دي اف، يعني الموضوع ده ممكن انزل له البي دي اف بتاعه. يعني انا اهو اخش اهو عليه، اهو ادي الموضوع، ادي ممكن اهو الموضوع اسمه راديولوجي سيفتي اسبيكتس اوف اوبريشن اوف الكترون لينير اكسلريتور. طبعا ممكن الموضوع يكون بعيد عنك، بس ده استخدامات، خلي بالكو ده من استخدام اللينير اكسلريتور. اوكي. فانت ممكن ايه تخش انت عايز بقى ايه تشوف الموضوع اهو، ادي اهو فتح لك البي دي اف، ده الرسم بتاعه، ادي اهو الموضوع بقى كله هو بيتحمل. فانت بتخش بقى بتشوف. طب في عجبك الموضوع ده اللي هو اتفتح لك في البراوزر بتاعك اللي هو اللي انت شغال بيه اللي هو الجوجل بتاعك، انت عايز تخزنه بتدوس هنا داونلود، دوس عليه وتشوف تخزنه في مكان، بتعمل انت فولدر على جهازك بتسميه باسم البحث بتاعك عشان تجمع فيه الماتيريال اللي انت عايزها. طبعا ظاهر لك كل حاجه واسمه والسنه بتاعته والرقم بتاعه. يبقى كده احنا فهمنا يعني ايه جوجل سكولر اللي هو اول محرك بحثي علمي ساينتفك. طيب تاني محرك بحثي عايزين نشوفه ده اكاديميك مايكروسوفت. نقفل ده اكاديميك مايكروسوفت. ده طبعا من اسمه مين اللي مطلعاه؟ شركة مايكروسوفت. ده في ممكن فوق ال 230 مليون بحث و 700 ألف موضوع. اهو زي ما انت شايف اهو 235 مليون publications، في كام authors مؤلف 240 مليون، كام topics 740 ألف، conferences journals institutions. اوكي. انت بتكتب الموضوع بتاعك مثلا هنا linear accelerator، اهو هو حددهولي، فهو linear particle accelerator. اوكي. linear particle accelerator بدأ يحدد لي برضو اهو كتاب، ممكن اهو اخش عليه اهو كتب لي الابستراكت بتاع الكتاب اهو. فبشوف انا الكتاب لو فعلا في الابستراكت او التلخيص بتاعه الحاجه اللي انا عايزها. حلو. بحاول اجيبه زي برضو ما انتم عارفين طرق الحصول على الكتب ازاي، ولو حد برضو غلب في الحاجه يعني ايه يبعت لي باذن الله اساعده في النقطه دي. طبعا كل ده بوك، بوكس بوكس اهو. حلو جميل. دي بيبرز مثلا، دي بيبر اهي برضو اهي الابستراكت بتاعها. فبعض الاحيان هتلاقي ان انت ممكن تقدر تداونلود لو البيبر فري موجودة، انت بتدور ايه بتقدر تنزلها او بتشوف الابستراكت. طبعا بدل ما تنزل البيبر وتلاقي نفسها مش 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 تبع موضوعك او تبع الجزء اللي انت بتدور عليه، انت بتقرا الابستراكت بسرعة. لو في الحاجة اللي انت عايزها بندور على البيبر وبنجيبها بالطريقة بتاعتنا. ده تاني محرك بحثي علمي. طيب المحرك التالت ايه؟ BaseSearch.net. BaseSearch.net
اهو بيفتح اهو. جميل. طيب برضو ده محرك ثالث اهو، حتى هو بيقول لك اكاديميك سيرش انجن لينير اكسلريتورز اهو. هو بيعمل سيرش دلوقتي. جميل. هنا السيرش طالع اهو، اول حاجه 13 لينير اكسلريتور كونفرنس، ده كونفرنس يعني ما اخشش عليه، ممكن يكون يجيب لي ملخص المؤتمر ده ايه هو ده. مثلا ادور هلاقي هنا مثلا ايه، مفتاح قفل مفتوح ومكتوب عليه لما انا وقفت عليه ايه اوبن اكسس. يعني ايه اوبن اكسس؟ يعني ده ايه ممكن اخش عليه اوبن فري. بخش عليه اهو، اهو مثلا هنا في بوك اهو، بدور بقى هنا بيظهر لي هنا ايه عايز مثلا ايه انا اكسلريتور فيزيكس ويونتس. بيبتدي هو شبه الويكيبيديا حلو، بس ده ويكي بوكس جايب الحاجات من الكتب. فيبتدي يجيب لي معادلات تحويلات لان انا اخترت يونتس، فدي الحاجات اللي بتستخدم فين؟ في الاكسلريتورز. هتلاقي دي المعادلات، ده مثلا ايه بارتيكل مومنتم والماس وكل ده، وجايب لي تحت الريفرنس بتاعت الحاجه. ممكن الريفرنس دي تكون مهمه بالنسبه لي، لو انا مثلا ايه دوست عليها كده هيفتح لي الريفرنس اللي جايب منها الحاجه. طبعا هنا نوت فاوند، يبقى الريفرنس ده ايه اتشال. جميل. ممكن اخش على ده. اوكي، بدأ يخش لي الحاجة جايبها منين اهو. ديزاين اهو، ميون كولايدر 6 تيرا الكترون فولت اهو، والارتكل بي دي اف ممكن انزلها. طبعا ده نوع من انواع الكولايدر او اكسلريتور اللي هي الهاي انرجي فيزيكس. طبعا اللي انترستد بيها بيخش وينزل ايه ده. طبعا انا ماشي في خط لينير اكسلريتور، انت هتحط الكلمه بتاعتك او الحاجه اللي انت بتدور بيها، زي ما عمل لك مثلا فيديو تاني. يعني الفيديو ده خاص بالسيرش انجنز، الحاجه هعمل لك مثلا بعد كده ان احنا هنختار سيرش انجنز انجن مثلا، وهنمشي بيه ندور وازاي نشوف التريكس اللي ممكن نستخدمها في السيرش. يبقى احنا شفنا كده البيز براوزر اللي احنا بنستخدمه كتالت سيرش انجن. طيب تعالى نفتح السيرش الرابع كور. طبعا ده باين من اسمه اللي هو تبع انجلترا. اوكي، هنا اهو ده السيرش اهو انجن. هنا بيقول لك ان انا ممكن احصل لك على 187 مليون بيبرز اراوند ذا وورلد. مثلا انا هكتب مثلا هنا لينير اكسلريتور واعمل سيرش. بيحمل. جميل. هنا ظهر لي مثلا لينير اكسلريتور ريديوغرافي، اخش عليها مثلا هل هي هتنفعني ولا لا البيبر دي او البحث ده. اهي طبعا انتوا شايفين البحث، واحد يقول لي ده ايه ده البحث ده، ما انا عامل كده ده النت مش حلوه. لا بص يا بص، البحث ده من سنه كام؟ 1973. اه بص التاريخ 1973. طبعا ما كانش فيه كمبيوتر، ما فيش تكنولوجيا، كان مكتوب على آلة كاتبة مثلا أو كمبيوتر زمان، فونتس ما فيش اللي هي احنا عارفينها. فطبعا ده الريفرنس كامل أهو، انت اهو ده الكونتنتس بتاعته، بتشوف انت الكونتنتس هل هي مفيده لك، وبعد كده بتشوف البحث. طيب البحث لو عجبك عندك طريقتين، يا اما تعمل داونلود ليه، يا اما تعمل برنت حسب ما انت عايز. يبقى انت هنا شفنا مثلا اللي هو السيرش انجن رقم 2 4 اللي هو الكور بيعمل ايه.
مثلا اهو دي الابحاث اهي، بيقول لك سايز كل واحد قد ايه. اوكي اهو انت عايز، بص انت هنا بقى في الجنب لو انت عايز تعمل ريفاين للايه للسيرش بتاعك، عايز المقالات اللي بالانجليزي الاسباني حسب اللغه اللي انت عايزها، طبعا احنا كلنا شغالين انجليزي. جميل، عايزها في جورنال ساينتفك ريبورت. اوكي عايز حسب ما انت عايز، بتشوف عايز الحاجات اللي تبع سيرن ناسا، فانت بتشوف بتقلل كمية الحاجة اللي هو دور عليها. يعني هو هنا لقى 6 مليون بحث خاصين باللينير اكسلريتور. انت هنا بتحدد السنين، انت ممكن تحدد السنين حلو، تغير مثلا من سنة كذا لسنة كذا، قل بقى 5 مليون لان انت قللت البحث فترة البحث. عايز الانجليزي موجود بالانجليزي 1.5 مليون، بتقلل. فانت بتبتدي تقلل حاجتك حسب ما انت عايز، بتشوف انت الكي ووردز اللي في الجنب وبت ايه بتختار حسبها. طبعا زي ما شايفين الانجن ده برضو حلو، مش بطال كويس. حاول تنوع في اختيار حاجتك، لان التنوع في اختيار حاجتك هيخليكوا كلكم مش متشابهين. اما انت تيجي تقرا حاجه وتلخصها هتقراها حسب الحاجه اللي انت ايه جايبها. في الانجن الخامس اسمه ساينس جافر. يس اوكي، فتح اهو ساينس جافر اهو. اوكي ده الميزة هنا بتاعته. تعال نشوف احنا هنا، ده هنا فاتح على كذا مكتبة فيدرال ساينس حلو، وما يعني كذا مكتبة ومكاتب كبيرة جدا، وفي اوبن اكسس لينير اكسلريتور اهو. نعمل سيرش الميزة بقى هنا حاجة حلوة قوي، ايه ان هو عطيك حاجة اسمها مالتي ميديا، فيديوهات وصور واوديو فايلز، فبيشرح لك حاجات لو انت مش عارف. بابليك اكسس تكست، فانت مثلا لينير اكسلريتور ده اول واحد اهو فتح لك، ده تبع هارفارد فتح لك اهو لينير اكسلريتور بانكر شيلدنج 4. اوكي اهو بتشوف طبعا هل ده يفيدك ولا لا، ما يفيدكش بتشوف اللينك اللي بعده. مثلا اهو ده الكترون مايكروسكوب لينير اهو، ده لينير اكسلريتور ده ممكن يكون اهو اقرب اهو لينير اكسلريتور، دي محاضرة بالفيديو وصور بس ده في استخدام طبي، ده الابليكيشن. يبقى انت كده حصلت على ابليكيشن، لان جزء من البحث بتاعك هيبقى خاص بابليكيشن وبتقرا الموضوع. طبعا الموضوع بيبقى شيق ان انت بتقرا بتشوف فيديو ناس بتشرح لك، فالناس لما بتشرح لك بالفيديو انت بتكتب ملخص الكلام اللي انت فهمته باسلوبك بطريقة شيك بطريقة جميلة، فانت اكيد هيبقى مختلف عن زمايلك، فدي حاجة كويسة. ارجو اكون فدتكم في ازاي تستخدم انجنز مختلفة عن زمايلك، واشوفكم باذن الله في المرة الجاية في ازاي بقى تستخدم السيرش ان انت تدور على معلومة معينة.